كنت تفتكروا معانا في الفترة الأخيرة كتير بنعرض كميات كبيرة من المخدرات وبأنواعها المختلفة يتم ضبطها في مناطق مختلفة، وبالتحديد في الفترة الأخيرة كان في سيناء عمليات ضبط لأنواع مختلفة من المخدرات، أقراص الترامادول، الحشيش وغيرها من أنواع المخدرات. وكذا مرة بأكد وبقول إنه ده نوع آخر من الإرهاب لا يقل خطورة وضرر عن الإرهاب بالسلاح. النهاردة 388 ألف يعني قرص من المخدرات، رقم كبير جدا. والنهاردة حيلة جديدة بيتم اكتشافها، انه في مخازن سرية في احدى العربات موجود فيها مخازن سرية لتهريب المخدرات. خلينا نشوف ونرجع نكمل.